شهد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات والهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني بشأن تنفيذ مشروعات مشتركة لحلول تكنولوجية قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي. يهدف البروتوكول إلى تفعيل دور أدوات تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي في تطوير الخدمات المقدمة للمهتمين بالأرصاد والتنبؤات الجوية، وذلك لتقديم خدمات للمتعاملين هدفها إتاحة الخدمات إلكترونيا مع تذليل العقبات التكنولوجية وفقا للبروتوكول. ووفقا للبروتوكول سيتم تطوير وميكنة نظم وإجراءات العمل في الهيئة العامة للأرصاد الجوية فيما يخص منظومة الرصد ومنظومة إعداد البيانات ومنظومة الصيانة، فضلا عن توفير البنية الأساسية اللازمة للمشروع من استضافة وأجهزة ومعدات وخطوط ربط وخلافه.